انا ولا المجموعه مركزين مزيان، خصنا لو بلوز امبورطون نديروه وان شاء الله نحقوا اللقب. دونك كنشوف فينا المقابله ما تكون سهله، حيت كاع كتكون لها مع فرقه حتى هي خصها تربح الفينال. دونك عارفين المسؤوليه اللي لينا، و فوالا دونك كنشوف مقابله ما تكون سهله، ولكن ان شاء الله نديروا الماكسيموم باش الفينال تبقى في الدار ان شاء الله. كنشوفوا احنا كمجموعه الفريق ما غاديش تكون سهله. بون سيت اون فينال ديال لا تشامبيونز ليغ، دونك غادي الحمد لله ان شاء الله غادي ندخلوا باش نحقوا ضروري اللقب، حيت سورتو كم شرينا واحد اللقب اللي هو غالي علينا، اللي هو الفينال اوسي مشات لينا في تونس. دونك لو بلوز امبورطون بوغ نو ان شاء الله هو نكونوا بيان كونسونطري ونخليو اللقب ان شاء الله في الديار ديالنا ان شاء الله. بون كما شفتوا البارح في المقابله ديال ريال مدريد وليفربول، كان تألق الحارس كورتوا، سا نوبيش با بالعكس ملي الكرة القدمية هذه الحارس كيكون مركز 100% كل ماتش. وبارح كان كورتوا مركز في المقابلة النهائية وتفرجنا وتفرج وعرفت كو بلي الغارديان سي بريسك اكثر من لا مواتي ديال الفريق، وان شاء الله نتمنى نكون في حسن الظن الجماهير والناس، وحنا خدمنا مزيان هاد السيمين باش ماشي انا بوحدي نكون مزيان، بلي ليكيب كلها تكون مزيان ان شاء الله ونخليو لقب هنا ان شاء الله. من هذا المنبر هذا زعما نشكر بزاف الكوتش وليد على فشل في بدايه الموسم، حيت هو اللي جا لنا قال لنا بلي شوفوا الدراري بلي هذا العام غادي نلعبوا على تخواتي تخلي عندنا، وكان شويه ديال لودوت سي نورمال حيت جات ستون جينيراسيون جديده ودراري جداد، دونك كتقول حيت انا دزت تقريبا 5 سنين في الوداد، دونك كتقول باللي باش تربح لي تيتغ تو دوا افواغ دي جوار ديال ليكسبيريونس سورتو. دونك بالفضل ديالو بفضل لو بريزيدون ديال ليكيب، دونك الحمد لله حنا دابا في الفينال، و دونك فوالا دونك داكشي اللي قال في الاول رحنا فيه الحمد لله. حنا الاولى في الشامبيونات ديال المغرب، وفي الاول مازال عندنا لاكوب دو ترون، وحنا في فينال تشامبيونز ليغ ان شاء الله. فوالا كنتمناو ان شاء الله غدا نحقوا اللقب الاول ديالنا ديال هاد السنه، ونديو الجماهير ديالنا ولا حسب الهضره اللي قال الكوتش ان شاء الله. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو معنا في لاشين يوتيوب وبارطاجيو المحتوى في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنساوش ديروا جيم.